السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يا فضيلة الشيخ يسأل هل للمعتمر معتمر يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة للميت، هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر بصبية صغار لمن هل ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا سؤالان في سؤال. أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نسكا واحدا عن اثنين، لأن النسك لا يجزي إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح. وأما المسألة الثانية فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب، لكن لك أجر أنت، أجر لكونك أحرمت به. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رفعت إليه الصبي: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقال: الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. وأما ما اشتهر عن العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل له.